إذن تحية كبيرة لكم مشاهدينا، ومرحبا بكم في بث مباشر جديد دائما مع لمياء. موضوع الحلقة ديال اليوم حول الخيانة الزوجية. شكون بغى يفتح قلبه ويكشف لينا عن التجربة دياله المأساوية مع الخيانة، وشنو رأيكم في قضايا الخيانة الأخيرة اللي ولينا كنشوفوها مؤخرا في زمن كورونا؟ ما نكروش أن الخيانة كانت ولا زالت وستبقى، فشنو رأيكم في قضايا الخيانة الأخيرة؟ كنتمنى أنكم تبادلون الآراء ديالكم فيما يخص هذا الموضوع. إذا مشاهدينا، كيف ما كتعرفوا أن من بين الأسباب اللي كتخلي في أن الخيانة ترتفع يوما بعد يوم هو غياب الحب، كذلك الإهمال، قلة الالتزام، عدم التقدير، وخصوصا بعض الزوجات ما كيقدروش الأزواج ديالهم اللي كيدخلوا من العمل، ما كيخليهمش يرتاحوا، دائما نقير، فبالتالي كيحاول الزوج أنه يتهرب من المسؤولية دياله. تعليق يقول: عنوان الخيانة الزوجية موضوع مهم جدا. شكرا لك حمزة. إذا المشاهدين، علاش كتخون الزوجة وعلاش كيخون الزوج؟ شنو هي الأسباب اللي كتخلي الخيانة الزوجية كترتفع يوما بعد يوم؟ واش الوعود الكاذبة أيضا مشاهدينا كتؤدي إلى ارتفاع الخيانة، وكتؤدي إلى تدمير العلاقة الزوجية البريئة؟ عبدو كيقول: ما كاينش الحب غير كذوب، ماشي عند الجميع يا أخي. منى كتقول: اختي ما كاينش من هاد الهضره اللي ما مربيش عن تجارب شفتهم بعيني، بغيتي نعاودهم لك؟ مرحبا. ما كاين لا ايمان ولا والو، اللي كيخون ما مربيش. واخا اختي، عاودي لينا، عطينا الرأي ديالك فيما يخص هذا الموضوع او التجربة ديالك ايضا. شكرا لك، فعلا الموضوع مهم جدا جدا. شكرا. اذا اللي عنده شي تجارب فيما يخص الخيانة الزوجية يحكيها لينا، نستافدو منكم وتفيدونا ان شاء الله. اذا مشاهدينا، في اي علاقه زوجيه خصو يكون الصدق، وخص كلا الطرفين انهم يتحدوا او انهم يعني يصارحوا نفسهم بعضياتهم قبل الزواج، باش تكون يعني الزواج عنوانه الصراحه والصدق. فمنذ يعني قبل ما يتزوجوا، قبل ما يديروا هذاك الميثاق الغليظ اللي كنسميوه عقد الزواج، خص يكون يعني الصراحه باش تنجح العلاقه الزوجيه، وما تكونش واحد الزعزعه او زعزعه الثقه بين الطرفين. اسماعيل كيقول: خيانة الزوجة كتكون بكثرة عن الزوج بما نسمعه يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي. ربما اخي اسماعيل، فشنو هي الاسباب في نظرك اللي كتخلي ان الزوجة تخون الزوج ديالها؟ واش بسبب المادة، او بسبب الاهمال، او بسبب غياب الحب، ولا قيام الزوج بالواجبات الزوجية؟ وشنو هي الأسباب في نظرك؟ أه
هناك تعليق يقول عدة حالات. أولا قلت التربية والبيئة اللي تربوا فيها. كيفاش قلة التربية؟ واش كتقصد أخويا أن قلة التربية أن البيئة اللي تربوا فيها، يعني كانوا كيشوفوا الآباء ديالهم كيف كانوا كيتعاملوا، أو كانوا كيخونوا الأمهات ديالهم أو العائلة ديالهم، العم الخال، هادشي اللي كتقصد أخويا حمودة؟ هناك تعليق يقول السبب الأول هو الابتعاد عن الله، عدم التوافق بين الزوجين. ربما أن التوافق هو مبدأ العلاقة الزوجية. خصو يكون تفاهم، خصو يكون واحد الارتباط قوي، خصو تكون واحد الثقة. فإذا غاب الثقة وبدأ يعني الشك بين الطرفين، سواء أن الزوج يشك في الزوجة ديالو أو العكس، فكيكون واحد الانهيار تام للعلاقة الزوجية. شعيب كيقول أهم حاجة في العلاقة الزوجية الاحترام والاهتمام بين الطرفين. أكيد أخي أكيد، الاهتمام هو اللي كيخلي أنه دائما الحب كيبقى بين الأزواج. الاهتمام هو عنوان العلاقة الزوجية. مصطفى كيقول كثرة حب المال طردت الصراحة وبقى النفاق. طلال كيقول ممكن الزوج مو مهتم فيها، تشوف غيره يريحها. كيف يا أخي؟ الزواج الثقة، الصدق المعقول. الأغلبية التعاليق كتقول عدم الثقة. عدم الثقة منين كتجي؟ فهي ضروري غتكون أسباب. السبب الأساسي هو الابتعاد عن الأصول والمبادئ والأعراف الإسلامية. منى كتقول أختي التربية ثم التربية، على الأقل إذا كان الزوج أو الزوجة كيخونوا يكونوا عائلتهم رافضين لهذا الفعل، ماشي كده عموما. أنا شفت حالات الإخوة والآباء كيدعموهم. زيدي أختي شرحي لينا، لأن ما كملتيش الموضوع ديالك أو الشرح ديالك. ثقتي بالله كتقول ما بقاوش رجال غير الذكور فقط. هشام العالمي، هشام العالمي يعطينا رأيك أخويا. وكتب ألفاظ اللي هي تليق بالناس اللي كيقراو، الناس اللي كيدخلوا، ناس محترمين. الله يجازيك بخير. محمد كيقول في زمننا هذا أصبح الزواج مصلحة وعدم المسؤولية. محمد كيقول لا اختي، راه الافلام بزاف هي اللي كتجعل انه بنادم. اختي ضروري غادي تبقى كل مرة تواجه. لا اظن اخي، لا اظن، اظن ان الافلام سواء التركية او المكسيكية او المغربية انها غتخرب عقول الرجل المغربي او المرأة المغربية. فهاد الشيء ربما كيكون نابع من البيئة، من الوسط اللي كيعيشوا فيه. فكيف ما كتعرفوا مشاهدينا ايضا ان الانطباع الاول في اي علاقة، سواء في علاقة زوجية او في علاقة اللي كتكون في الخطبة يعني قبل الزواج، فهاد العلاقات هي اللي كتنباني عليها او كينباني عليها مشروع الزواج، يعني المشروع العمر كامل، ماشي الزواج هو مرحلة كتفوت وصافي. وطبعا استمرارية الزواج بحاجة للصدق وللثقة.
محمد المغربي. محمد المغربي كيقول لمياء شنو هي الحاجة اللي كتخلي المرأة تخون راجلها، حيت كيقولوا بأن المرأة ديما كتبغي صاحبها. ماشي بالضرورة أخي، ماشي بالضرورة، إذا كان الزوج مفاهم معاها وكيبغيها وكتبغيه، يعني مبادلين بعضياتهم داك الحب وداك الألفة بيناتهم وديك المودة، فما كنظنش انه كيكون التفكير في الماضي اكثر. يعني اللي كيخرج على العلاقه الزوجيه وربما كتسيطر عليها وكتؤدي الى الخيانه الزوجيه راه هو الاهمال. اذا كانت راضي في الزواج ويعني والزوج يعني كيهتم بالزوجه ديالو، كذلك الزوجه كتهتم، كل واحد اهتمام بين الطرفين، فما نظنش انه غادي تكون خيانه. الحل الوحيد لموضوع الخيانة الزوجية ضروري الرجوع إلى الله عز وجل والابتعاد عن المعاصي والعياذ بالله. أكيد أخي، كاين اللي كيتكلم على الاهتمام وما عارفوش على جواد. لطيفة كتقول أهم حاجة أظن في الزواج هو أن كلا الطرفين خاص يكونوا قدروا قيمة بعضياتهم والاحترام المتبادل، وما كنظنش يعني بهذا سيكون هناك مشاكل أو خلافات. يعني إلا قدروا بعضياتهم واحترموا بعضياتهم ما غاديش يكون مشاكل. يعني نقدر نقول لك 80% إذا كان تقدير وحب متبادل، لكن إلى أحيانا كيتدخلوا في الخيانة، يعني يعني العائلات سواء عائلة الزوج أو عائلة الزوجة، فمن اللي كيتدخلوا في بعض المشاكل اللي هي كتكون بسيطة فكيكثر هذاك العبء وكتكثر المشاكل في الدار بواحد الشكل كبير، كيولي ديما نقير ديما المشاكل. فالزوج ملي كيدخل للبيت ديالو كيبغي يرتاح وكيلقى دائما المشاكل مشاكل يوم بعد يوم، فضروري انه كيخرج ما كيبقاش لاقي راحته نهائيا في الدار ديالو، كيخرج كيقلب على الراحه ديالو برا. وكذلك هي الزوجه، فالزوجه ملي كتشوف انه الزوج ديالها ما كيهتمش بيها وديما يعني نقير ديما المشاكل، فضروري تقدر دير علاقات ربما. سبب المشكل حب الدنيا وكراهية الموت، الإدمان عن الأفلام الإباحية والرغبة في ممارسات جديدة بطرق جديدة أو شاذة. المشكل الخيانة ليس الصراحة، هناك مشاكل كثيرة. يقدر الرجل غير مهتم بزوجته، يقدر يكون الرجل زعما ما مهتمش بالزوجة ديالو أو العكس ذلك، لأن الزوجة كتكون مدمنة على الزينة. كيف ما كتعرفوا مشاهدينا ان هذا المشكل العويص اللي ولا ظاهره كبيره في المجتمع ديالنا، خصوصا في الاونه الاخيره، الخيانه الزوجيه كثر بواحد الدرجه اللي هي كبيره. فشنو هي الاسباب في نظركم؟ واش العزوف عن الزواج؟ بزاف ديال الرجال ما بقاوش باغيين يتزوجوا. علاش ما بقاوش الرجال باغيين يتزوجوا؟ شنو هي الاسباب؟ شنو هي الاسباب اللي كتخلي انه الرجل ما بقاش باغي يتزوج، بقاش يعني كيفكر نهائيا في مسألة الزواج؟ فكيوصل مثلا 50 سنة وكتسولو علاش، واش ما كتفكرش دير وليداتك، واش باقي ما لقيتيش بنت الحلال؟ كيقول لا انا ما باغيش نتزوج، انا ما كنفكرش دابا، انا باغي نعيش حياتي. اغلبية ديال الرجال هذا هو نفس الجواب اللي كيقدروا يقولوه. اختي لمياء، ديري المرأة نتواصلوا معك وناقشوا معك المواضيع ان شاء الله اخي. محمد كيقول الزواج كيبغي المعقول، الزين كيمشي مع الوقت وتيبقى المعقول. اكيد خويا،
كل شيء كيمشي، الفساد كيمشي، يعني الدوران كيمشي، اي حاجه كتمشي كتبقى حاجه وحده هي المعقول، والوليدات والصراحه والصدق والحب يعني النابع من القلب. سمير كيقول اختي راه عدم التفاهم بين الزوجين وعدم الثقة. إذا ما كانش تفاهم يا أخي وعدم الثقة، فأكيد ستدمر العلاقة الزوجية أيا كانت، مهما تكون، ولو تكون واخد بنت خالتك أو شي حد قريب منك، فضروري غادي تهدم هذيك العلاقة لعدم التفاهم عدم الثقة. فالمرأة إذا كانت كتشك في راجلها، راه صعيب أنها تستمر معاه في العلاقة الزوجية ديالها. ثقتي بالله تكفيني. كتقول شوفي اختي، هناك زواج وهناك طلاق، فعلاش كيخونوا زوجاتهم ويفضلوا الحرام؟ لانهم ناقصين اختي. اكيد اختي، اكيد كلامك صحيح. ف الخيانة الزوجية راه حرام، فأكيد إلى الزوج ما عجباتوش، ما بقاش يعني مقتنع بالزوجة ديالو، فممكن أنه يطلقها. فعلاش هاد الخيانة كاملة؟ وعلاش يتسببوا بعضياتهم يعني في مشاكل وفي أمراض نفسية زكريا كيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أنا خانتني مع مصري، أنا خانتني مع مصري عن بعد، لعب لها بعقلها بكلمات الحب، ودابا أنا ما مخليها خاصها حتى حاجة، ما ظنيت من بعد. ما فهمتش القصد ديالك. ناصر، لم يكن عندي مؤشر. لا يا أخي لا أظن. ليلى كتقول الخيانة ليس لها مبرر. أكيد أختي، الخيانة ما عندهاش مبرر، مهما يقول الزوج أو الزوجة، فرطتي في كذا، حاجة ما جبتيش هذا، حاجة كتنهى مني، كنتي ناسيني، ولو يكون غياب الحب، الإهمال، قلة الالتزام، عدم التقدير، يعني ايا كان اي سبب، فعمر هاد الاسباب ما كتكون مبرر باش تخون الزوجة ديالك او باش تخوني الزوج ديالك. فكاينه مسألة كيف ما ذكرت واحد الاخت، كاين واحد حاجة سميتها الطلاق، كاين الزواج وكاين الطلاق. فإلا ما بقيتيش مقتنعة بالزوج ديالك، ممكن انك تطلبي الطلاق، وكذلك بالنسبة للزوج. الزواج يبنى على الحب والصبر والتقدير. انا كنتمنى مشاهدينا من الناس اللي كيسمعونا الان، بغيت نسمع بعض النماذج اللي تعرضوا للخيانه، خيانه الزوجيه، وتاثروا بها، وكيفاش تقبلوا الامر. محمد كيقول اختي الاستمرار في الزواج هو الثقه والتفاهم والاهتمام وحب المتبادل والاحترام بعضياتهم. هناك عامل اخر، رفقه السوء. طبعا ممكن انه يكون رفقه السوء، لكن يعني ما تيكون، نقدر نقولوا ما تيكونوش مراهقين، يعني عارفين شنو كيديروا. انا مثلا انا ما كنتسناش شي صديقه او شي رفيقه انها تبدل لي المجرى الحياتي، انها تبدل لي افكاري، انها تبزز عليا نمشي لقهوه كذا، او انها نتعرف عليها كذا، ما يمكنش. انا عاقله وعارفه شنو كندير، وكنختار الاصدقاء ديالي. ما يمكنش انا اي صديقه نديرها صاحبتي، اي وحده دويت معاها نديرها صاحبتي، نديرها حبيبتي، ما يمكنش. قليلة الأصل، يعني الزوجة اللي كتخون زوج ديالها قليلة الأصل.
منى كتقول اغلب مشاكل الازواج المغاربه هما العائله، الزوج او الزوجه، بسبب الغيره والانانيه والتدخل في الحياه ديالهم الخاصه. حنا مغاربه ما عندناش الاحترام الخصوصيات، كنفهموا كل شيء وما كنفهموا حتى حاجه. اكيد اختي اكيد. فالاغلبيه ديال المشاكل الزوجيه ولا مشيتوا للمحاكم محكمات الاسره كتلقى بزاف الاسباب، بزاف المشاكل، الاسباب ديال الطلاق كتلقى السبب ديالها هو العائلات هم الأسباب الرئيسية اللي كتخلي كثرة الفراق. قلة الدين والإهمال بالنسبة للزوجة. إلياس كيقول علاش الخيانة الزوجية دائما مرتبطة بالرجل وليس ولكن العكس صحيح؟ يا أخي الخيانة الزوجية ليست مرتبطة بتاتا بالزوج. أنا ما كنشيرش يعني أصابع الاتهام الموجهة إلى الزوج، لا أخويا، الزوجات هن من يخن الأزواج ديالهم بكثرة وبكثرة، وما نعيشه يوما بعد يوم في هذه الآونة الأخيرة. بقى لي كيقول اكيد اذا كان حب شخصين قبل الزواج ما كتكونش خيانه. مثلا اذا حبيت انسان حب حقيقي ما كتنساش مدى لدى الحياه، كيفاش اذا كان زوج شك كتخونه؟ بزاف الازواج كيخونوا الزوجات ديالهم مهما يكون. فبعض الخطرات كتلقى الزوجه ديالو آية في الجمال، ذات خلق، ذات ثقافه، يعني عندها يعني عائلتها يعني مثقفة، عائلتها مزيانين ما فيها حتى شي عيب، هو كيفتخر بها، لكن في الأخير كتلقى أنه كيخونها مع يعني وحدة دون المساواة، ما كتوصلهاش كيف كنقولوا حتى تصبح رجليها فاسدة، يعني ماشي هو أول واحد أو ثاني واحد، يعني عندها علاقات متعددة مع رجال بزاف، ومع ذلك كتلقاه كيخونها مع أخرى. فشنو مصير وشنو ذنب هذيك الزوجة المسكينة اللي كتسنى الزوج ديالها أنه يجي باش هي تفرح وتضحك معاه؟ يعني ما عرفت شنو هي الأسباب الحقيقية اللي كتخلي هاد الأزواج كيخليو لؤلؤة في البيت وبعد ذلك كيمشيو للزنقة. منصور كيقول فلوس قليلة. ثقتي بالله تكفيني. كيقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم. على كيقول أسباب حيت البنت كتلقاها مدوزة لعجب لك حل. أنا أتحدث عن الخيانة الزوجية للأزواج. تقدر الزوجة أحيانا تخون الزوج ديالها ومعمرها ما تكون عندها علاقة غير لظروف، أنها عمرها ما كتكون أنها تفكر في أنها تخون الزوج ديالها، لكن بعض الظروف ممكن أنها تخليها ماشي تفكر في الخيانة وأكثر. فالإهمال كيف ما ذكرت أنه يقدر يولد بزاف الحوايج، الغياب، الحب، يعني كثرة المشاكل، أنها حتى هي بحال الزوج، حتى هي عندها تفكير، حتى هي عندها قلب، حتى هي عندها مشاعر، ولكن هذا الشيء كامل أن الخيانة الزوجية راه حرام، راه ليست مبرر للخيانة الزوجية، ليست مبرر. كيف ما ذكرت الزواج مباح والطلاق مباح، فإلا ما بقيتيش مقتنعة بديك الزوج، إلا ما كانش كيصرف عليك، إلا ما كانش كيعطيك المادة اللي انتي محتاجة ليها، إلا ما كانش كيمنح لك هذاك الحب الكافي اللي انتي كتمنيه منه، اللي انتي فعلا كتمنيه من الزوج ديالك وما لقيتيش فيه وكتبحتي عليه في الزنقة، فممكن أنك تطلبي الطلاق في هذه الناحية. حمادة كيقول الحل الوحيد هو الذبح والصلخ عبر الآخرين وستنتهي كل ألف واحد. حمادة ضحكتيني، فأنت الآن غادي تقوم بجريمة في حد ذاتها.
فهذا ماشي حلم، هذه جريمة خويا. نبيل كيقول واش هاد لايف مباشر؟ اكيد اخويا هذا مباشر. محمد كيقول الخيانة هي عدم الحب ما بين الزوجين. نقدروا نقولوا 50% ما كيكونش حب، يقدروا يكونوا العائلة هي اللي فرض عليه أنه يتزوج بهذيك المرأة، وكتكون ضحية حب فاشل، ضحية زواج فاشل. تقدر تكون العكس، تقدر تكون زوجة مزوينة، زوجة يعني ما فيهاش العيوب اللي ممكن أن الزوج يفكر في الخيانة، بالتالي كتلقاه أنه كيخون الزوجة ديالو. سعاد كتقول السبب الخيانة هو كثرة الفساد والانحلال الأخلاقي. صداقتي والله أختي، التقدير والاحترام هو الحلال. أكيد خويا. الأسباب العزوف عن الزواج، الاستقرار المادي وقسوة القلوب والابتعاد ديال عن الأعراف والتقاليد وانتشار العلاقات خارج نطاق الزواج. كتقول اخويا بانه زعما انتشار العلاقات الغير الشرعيه قبل الزواج، ممكن انه الزوج يبقى دائما يفكر في الخيانه من خلال التفكير ديالو في الماضي. فالقناعه يا اخي، القناعه كل شيء، القناعه تولد الحب واخا ما يكونش الحب. بزاف ديال الازواج فعلاش كتقبلوا بزوجه بزز منكم عن طريق العائلة ديالكم، وبالتالي كتعذبوها. علاش كيكون هذاك الإهمال؟ علاش ميكونش هذاك التفاهم وذاك الحب وذاك المودة بدون مشاكل؟ فكيف ما ذكرت أن يعني الصراحة هي كل شيء قبل الزواج، صارحوا نفوسكم. فإلا تفاهمتوا مرحبا، ولا ما تفاهمتوش الله يعاون. محمد المغربي هذا مش الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا هو الخيانة الزوجية. هاجر كتقول أصعب حاجة توقع لبنادم هو الخيانة. كنظن أن عندك تجربة، شاركينا التجربة ديالك. هشام كيقول ما بغاوش يتزوجوا حيت لقاو ما بغاو كثرة العري والزينة وكثرة الفساد. ربما أخي ربما. منصور كيقول لمياء واش انتي مزوجة ولا باقي؟ مزوجة خويا. أبو جمعة كيقول الخيانة ليست هي الحل بين مشاكل الزوجين. جواد كيقول الزوجة اللي كتكون مهتمة بالبيت والزوج ديالها غالبا كتكون محافظة على التوازن والدفء والحسن العشرة. أكيد خويا، ولكن في مقابل أن الزوجة كتحرص على الاهتمام بالبيت ديالها، كتحرص على الاعتناء بالأبناء ديالها، كتقدم أشهى الأطباق. ملي كيدخل الزوج كيلقى أشهى الأطباق، كيلقى البيت نظيف، كيلقى كل شيء مرتب. هو شنو كيقدم لها؟ إما كيقدم لها شي حاجة زوينة، يعني كيبادلها الحب، او كيقدم ليها العكس، الخيانه الزوجيه اللي هو موضوع الحلقه ديال اليوم. ليس هو مقبره يا اخي، ليس هو مقبره. الزواج هو ميثاق عريض، خاص الطرفين يتفهموا ويعرفوا القيمة ديالو ويعيشوا، يعني يلتزموا بكل ما عليهم، يقدروا بعضياتهم، يتفهموا باش تستمر العلاقة الزوجية.
حفيد كيقول الطلاق ما مزيانش حيت كيكثر الفساد. ربما إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، الموضوع ديال اليوم كان حول الخيانة الزوجية. كنتمنى أنكم تكونوا تفاعلتوا معنا واستفدتوا معنا أيضا، ونلقاكم إن شاء الله في مباشر آخر. تصبحوا على خير، إلى اللقاء.